مرحبا بكم من جديد في 50 سكوند. نبدا نرجعوا احنا نحكيوا عطينا اكثر وقت للسيد وزير الصحه سي منير. الان هل عندنا رد كافي اليوم نتاع اطباء في الساميف؟ وي بقى عدد كافي في راحة الله اكبر، مش في في الحالات الاستثنائيه ما اللي كيما انا نحكي في الحالات الاستثنائيه توا كيما نعيشوا فيها توا. بالطبيعه فما ديما هو باش تعرف حاله كارثه صحيه اللي هي النومبر دو فيكتيم يتعدى امكانيات نتاع السيستيم دو سانتي اللي تنجم تستوعبوا الامكانيات الصحيه. في حاله كيما هكا وقت اللي فما تواتر تاع اصابات تاع الاصابات بالكوفيد وخاصة سرعة الانتشار نتاع المرض، الارتفاع الكبير نتاع عدد الإصابات هو اللي يؤدي اللي طاقة الاستيعاب نتاع المستشفيات نتاع المؤسسات الصحية دون فاسون جينيرال يتعدى لارجومون. وبالطبيعة أول غامبار للوحده هذه هي الساميب، بيسكو هما العباد يكلموا الساميب باش يمشيوا هي الانترفاس بين المواطن والمؤسسات الصحيه. في الوقت الحالي العدد الكبير من المكالمات بطبيعه تعدى بصفه كبيره ياسر، قلت لك ملتيبلي بار 100 ولا بار 150 تعدى في بلدان العالم اجمع، مش في تونس برك، حتى في فرنسا الساميب بلوكي في الحالات هذوما. بطبيعه نعملوا على الاطباء اللي كوناهم قبل كلهم جاوا، الاطباء الشبان اللي طوعوا باش يعاونونا واللي تلقاو تكوين كونوا فيهم اون ميم تا اون ليزانجيكت في الـ في البريزون شارج نتاع المرضى نتاعنا. بور لو مومون ناريف اجيري ناريف، خاصة اللي المكالمات بداوا ينقصوا وبدينا نصيب. كان تكثر الحالات اكثر وكان تكثر طلب اكثر، حالات كان يكثر مهما سيستيم دو سانتي سوغا ديباسي. على ذلك هو المنظومه كامله نتاع مكافحه الكورونا في العالم مجمع الطاقه مش تنقص تنقص في النومبر نتاع العباد اللي باش يتمسوا، خاطر هذاك المواطن هو اللي بالديستانسيون سوسيال هو اللي ينقص فيها، اما طيح الكورب نتاعها نتاع لا رابيديتي دو ديفيزيون. هذيك هي، اذا كان يمرضوا 1000 مريض في نهارين مش كان يمرض 1000 مريض في شهر. 1000 مريض في شهر تنجم تستوعبوا طاقه الاستيعاب تاع المستشفيات، 1000 مريض في نهارين ما تنجمش. باهي انتم تخموا قاعدين معناها تقولوا لو كان نخلطوا العدد هذا قداش يلزمنا نزيدوا اكثر اطباء، كان نخلطوا العدد اللي بعده. ماهوش حكايه تزيد اطباء ولا تنقص. ما يلزم سياره الاسعاف يلزم فيها طب. يلزم لوفر دو سوا تقابل لا دوموند دو سوا، هذا هو. ولذلك احنا ديما نحاولوا باش نخليوا ستاند باي كيما الريزيرف اللي نجموا منها، وهذوما ولنا يبداو يدخلوا في عين الاعتبار الاطباء نتاعنا القدم والاطباء المتطوعين من الجمعيات. مثلا جمعيه الاطباء الشبان عندها بول نتاع اطباء ينجم اون بوانجيكتي في الوقت اللي حاجتنا به. فما برشا اطباء متطوعين من القطاع الخاص من كل الاختصاصات، ما ينجموش كل نهار كلهم يجيو يقعدوا في الساميو نهار كامل 500 طبيب قاعدين يستناو في الناس اللي في الحجر ومريض بالكورونا. شكون اللي يقرر وقتاش يلزم يمشي للمستشفى؟ خاطر فما اللي لاباس هيثما كحه عاديه طبيعيه نتاع الرجي باه، لانه فما الوفيات صارت في المنازل نتاعها. شكون ياخذ القرار؟ راهو الحاله نتاعو تعكرت يلزم يجينا توا للمستشفى. هو الكوفيد كما كما اللي في العالم مجمع، فما 80% ولا اكثر شويه من الاعراض من المرضى يعمل اعراض خفيفه ولا ما فماش بكل، وفما سارتان نومبر منهم اللي عندهم خاصه امراض مزمنه اللي يتاثروا بالمرض واللي عندهم قصور في التنفس دونك في الحالات هذوما اللي يبدا عنده كوفيد بوزيتيف فما متابعه بالتليفونيه من عند المرصد الوطني للامراض المستجده يكلموهم في النارتين وقت اللي يلاحظوا تبدل تعكر خفيف في الحاله نتاعهم
يبعث يكلموا سامي وسامي يبعث لكن ماتوا زوج في ديارهم مثلا فما زوج ماتوا في ديار فما تعكرات فما علاش مش قبل مشاو للسبيطارات فما حالات قصور معنا مازال لازم يرفع على الناس فما حالات قصور قصور تنفس اللي تكون غبيد وفما حالات قصور قلبي زاد كيف زاد سندروم كورونيان اللي يكون هو من المضاعفات السخانه ولا من مضاعفات الحاله الاصليه نتاعو ما نجمش نقول لك بالضبط باش توفيو شكون عنده مرض مزمن امراض تنفسيه هذوك مزمن نزوم للسبيطارات ما خلوهمش في ديارهم اللي عنده مرض مزمن هو نزول السبيطار اذا كان تبدا الحاله نتاعو عامل من الاول عامل حاله خفيفه نتاع كورونا تولي تهزو للسبيطار اون ريسك نعديو شو خلوه يموت الدار لا 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 فسر لي هو هي منظومه كامله اللي لازمها تخدم يعني لازمها تشتغل ايفيدامون اي بو يافوار في وسط المنظومه هذيك دي ديسفونكسيون سا سي سارتان كيما مهما منظومه تخدم في تشتغل في الوفاة نتاعهم في الدار صار الأولانية في بني شبيها اللي هي كورونا توفى في دار كيما مهما واحد ينجم في عمره يتوفى في الدار نحكي لك أنا عبد إيدونتيفي فما الحالات هذوما اللي متفرقين على كيف تراب الجمهورية بالطبيعة فما عباد يكلموا فيهم كل يوم يتبعوا في الحالة ينجم يكون فما اون موفيز ابريسياسيون دون سيغتان سيتواسيون ينجم يكون اون سيتواسيون كي ايفولو رابيدمون اللي ما تخلطش باش تعالجها في وقت في الوقت نتاعها وفما زاد كذلك اللي ساعة ساعة 190 يبدا مبلوكي والعباد ما تخلطش تكلم 190 نوامر النيمورو فيغ دام بلوكي ما تخلطش تكلم هذه من الناس اللي تطلب غلط هذا مش منكم انتم موفرين انتم على العدد اذا احنا استحبنا نقول لك فما كما قلت لك عملنا من 6 طلعوا 60 اي مثال الناس تحب تفهم من 6 طلعوا 60 خط مجمع ومن 60 خط مجمع لازم عباد تجاوب من ثلاث عباد يجاوبوا في على الخطوط نتاع سامي تو ولا تبارك الله قداش ما نعرفش 60 ولا 70 واحد مجندين متطوعين ومجندين واللي اغلب المكالمات ماهيش مكالمات اغلب المكالمات ماهيش مكالمات تخص مرض خاطر احنا في سامي سواء احنا ولا في سوسه ولا في صفاقس ولا سامي هو قسم استعجالي وانعاش معناها ماهوش قسم اللي ماهوش كول سنتير معناها باش يعطي باش يعطي معلومات للعباد ولا باش ولا باش يوجه العباد اللي يحب معلومات يمشي للرقم الاخضر الرقم الاخضر اللي كان 190 يخليوه كيما باب سبيطار 190 تحل باب تدخل السبيطار إذا كان تلقى قدامه ألف واحد ملموم ما تخلطش تدخل الباب السبيطار. أنا احنا كنا باش نمر قبل يتفرج فيه السيد الوزير لكن قلت له عليه وقلت له بأنه الإمكانيات ناقصة ياسر في المستشفيات الجهوية، إيش هذا تقرير وبعد نجيك سي محمد ظاهر بديت تعب ينزل عليك لما تخليك تتكلم تقرير وبعد نرجع. هذه صرخة من الأعماق إلى رجال قفصة وبنات قفصة من محامين صيادلة مهندسين معماريين عضو التنفيذ وعضو الإشهاد أنتم يجي العدد نتاعكم بلس 238 وأكثر كان كل واحد فيكم يتبرع بمبلغ 200 دينار نجموا نوصلوا ل 50 مليون حاجتنا بديدون حاجتنا بماتريال حاجتنا بليغون حاجتنا بالبرودوي جيان حاجتنا بالحكايات هذه عاونونا وقفوا معنا ونحن نقسم بالله رانا فداء لكم نقص في المواد الطبية اللي هي الوقائية اللي طارت الشبه الطبية اللي موجودة في الجمهورية وكل اللي تعاني منها أغلب مستشفيات الجمهورية هذا واجب وطني وإحنا ما تعلمناش وما تربيناش باش نرخوا ولا باش نسلموا في, 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 في بلادنا هذا واجب كما قلت مش باش نرخوا ها
أنا سبيطار بالجزار قاعد يستعد على عدة مستويات وقاعدين نطوروا في الخطة متاعنا حسب تطور الوضع الوبائي. توا حضرنا عدة أقسام لإيواء المرضى المصابين واللي لازم توفر لهم العزل. وفرنا حاليا 30 معناها فرش معناها فيه اللي مربوطين بالليسوس دوكسيجين. رغم انهم كانوا لابسين FFP2 الطب كانوا متاهبين ما يكونهم يقبلوا زوز حالات في نفس الوقت ولا زوز تشابهات معناتها شك كبير في الكورونا فيروس في نفس الوقت خلق اضطراب في هذيك اللحظه. من بعد الكار اللي صارت البارح وبعد الكاتاستروف اللي صارت دونك متعدينا عملنا السيركوي هذيا ثم انسيرتان سكور اللي نحسبوه بعد السكور هذيا دونك ما يطلع لنا حتى حد سوسبي بالكورونا دونك الملاد سوسبي من اليونيتي اللي صارت لوطا ديريكتومون اون فوا يستحق يرقد في قسم من الاقسام ديريكت يمشي للقسم نتاعو هذا. اثر ورود التحاليل اللي هي إيجابية بإصابته بالكورونا نترحم عليه. تمت عملية الحجر الصحي الجماعي للأعوان اللي كانوا في المباشرة متاع المرحوم. والهبة اللي هبط علينا دي كل أمانو ما عدا حتى شيء نجم قاموا به. مع بعضنا الحالة الكارثية اللي موجودة يعني أشوف أنت السرفيون هذية أنا نادرت قسم تصفيف الدم نحكي بحرقة ما في بيش عمل التنظيف أنا بس باع أنا وزملائي وطولي الطب اللي معايا إطار تبي وشبر تبي وسنة نظفوا يا أخويا نسيلش هم عطونا على قل دي مويا أنا هذي عمدة مارين عمدة مارين ببيت. زياد باش نعطيك الكلمة مباشرة أكيد عندك تعليق تقريبا التصويرة اللي كنا نشوفوا فيها معناها تغني على أي تعليق. هذه الحالة اليومية اللي موجودة في سبيطاراتنا لي سيركوي كوفيد اللي كنا نحكيوا عليهم راهو في برشا سبيطارات مازالوا ما تفعلوش وثم حتى شكون كونتاكتيني من مستشفيات كبيرة موجودة في العاصمة قال راهم موجودين صحيح لكن مازالوا ما تفعلوش لي سيركوي هذوما. الحماية راهي ماهيش موجودة لا للطاقم الطبي لا للشبه الطبي لا للأطباء شبان نمشي معاك بعد من هكا عندنا أطباء مختصين معنا في طب العائله ما عندهمش حتى كوفيرتور سيانير. وديجا هنا كنت نتناقش مع سيد الوزير في الاوف وقلت له معناها راهو ثم الحاله هذه لازمها تتسوى خاصه في الظروف الصعبه هذه. معناها شوف عندنا ناس عندهم امراض مزمنه يخدموا في قطاع الصحه عندنا ناس معناها ياخذوا في دويات يخدموا في قطاع الصحه اليوم عرضه اكثر من غيرهم باش يعملوا تعقيدات. واليوم اذا كان الناس هذوما يتمسوا بالمرض راهو باش نخسروا معناها قدرتنا في مجابهه الفيروس باش نخسروا هذه اول حاجه نحكيوا على حرب والحرب هذه فيها معارك والمعارك باش تطويل هذه راهي حرب يلزمها نفس ونفس هذا يلزم نحافظوا على الارسنال معناها البشري الموجود عندنا باش نجموا نقدموا وباش نجموا نعطيوا معناها احسن ما عندنا. اليوم ثم معناها المساله هذه مهمه ياسر يلزم نركزوا على انه والعالم الكل اللي بولفيرسي بالمرض هذايا وحطوا اولويتهم في سياساتهم والناس كل رجعت رواحها انه الصحه والصحه العموميه خاصه الصحة راهي أولوية راهي حياة البشر راهي أولوية يعني الناس لازم نفيقوا معناها اليوم وقت اللي نسكروا كل شيء وكنا نحكيوا عليه هذا الكل صحيح باش نخسروا اقتصاديا تو صحيح على المدى القصير باش تصير مشاكل اقتصادية وتونس ديجا في أزمة لكن كي نجيو نشوفوا الون تيرم ما نخسروش بشر ما نخسروش أرواح نتاع يد عاملة غدوة تنجم معناها لا قدر الله تضر هذا الكل معناها يلزم نخموا فيه دونك احميونا باش نجموا نقدموا الخدمات ونحميو التوان صرنا نحن مستعدين وجنود البلاد هذه باش نقدموا الخدمات نتاعنا. محمد صحيح بأنه
به ان المجتمع المدني ساهم، عطانا رقمه للسيد وزير الخاص 71 150 400 للناس اللي تحب تعاون، لكن مش معناه ان الدوله تتخلى على مسؤولياتها. ما تخليش، اول حاجه نحيي معناه كل القطاع الطبي، القطاع الخاص في القطاع العام، الاطباء الشبان بالحماسه هذه راهو يهز معنوياته، وبالمناسبه يهز معنوياتنا نحن بيدنا زاد نحب شويه هذه المعنويات. هو انا كدلو كونه قاعدين نطوروا، صحيح فما بطل فما تجهيزات ناقصه، دورنا كون نوفروها. انا قلت لك وصلنا حتى حكينا مع بعضنا وناقشنا امشي للتسخير كان لازم، عندنا مشاكل نتاع بعض الناس بتنجم حتى شوف مفسلك حتى الصفقات العموميه لقينا فيها تعقيدات، حتى في الفارماسي سنترال وصلنا حضرنا امر يقول نعفيوه من قانون الصفقات، اكثرش من هك ماشيين في تبسيط الاجراءات في كل شيء، خلينا نوفروا نعرفوا تعقيدات الاداره التونسيه وقوانينها ومكبله، وربما بعض الناس تحبش تاخذ قرارات اللي تصورين في بالك، قاعدين نسرعوا اكثر من يمكن شو نحققوا النتائج اللي طالبوا بها. يا سي محمد فماش تعقيدات وكذا، واحد تو ديريكتومون هاني قلت لك عاد اجري قلت لك مشينا للاستثناءات اللي تصور انت في بالك، قواعد استثنائيه نطالبوا حتى توا نهار ثلاثه ان شاء الله فما امكانيه مراسيم للحكومه، نحكي لك في المطلق معناه رانا قاعدين نسرعوا في كل شيء فيما يخص توفير المعدات هذه في اقرب وقت. فما بعض الاطباء اتصلوا بشخص من رئاسه الحكومه وبلغني رساله معينه يقول ما نحبوش نروحوا لاولادنا. في ريسك نحن في مستشفى معين في ناس مصابين، حبوا مكان ما، فاتصلنا بوزاره السياحه اللي كان مشكور السيد وزير السياحه قال انا في بالي بوضعيه كما ذي حليتها قبل ويتفضلوا يجيو بحذانا ونحن نوفروا لهم المكان اللي يكونوا فيه. كما في شخص مثلا طبعا هذا مش احسن حل، طبعا هذا مش احسن حل في الحاجز، اما حبيت الحجر اليوم كلهم في اوتيل. جيد، اما حبيت نقول لك رانا بدينا نخرجوا برشا من التعقيدات اللي بدينا فيها، قبل القرارات كما ذي راهي صعيبه، شفتي كان يقول لك فيه السيد وزير الصحه على الهبات كيفاش تقبل، يسال انت قبل بشهر كيفاش تقبل الهبات في تونس؟ تو كل شيء تغير والاجراءات بسطناها اكثر من كيفاش كانت تقبل كيفاش تو؟ طبعا فما تعقيدات اخي، هبه للدوله بالبساطه هذه فيصل حرر لك مقرر وكهو سي، فما هبه ديما فما تعقيدات، اليوم نسهلوا وصلنا انا حتى مع احد المسؤولين قلت له تو انا بعث لك انا مكتوب على مسؤوليتي انا اعمل الصفقه كيما هكا، حبوا نراقبوا تراقبوا من بعد تو ما عندناش نراقبوا، حتى الهيئه نتاع الطلب العمومي وصلت جاوبت عندنا فصل معناها 49 ثانيا من الامر اللي ينظم معناها الصفقات العموميه يقول لك في الوضعيات الخاصه كما ذي نتجاوزوا التراتيب ونعملوا تو التراتيب معناها نتاع الصفقات العموميه ونمشيو للتعاقد المباشر او معناها الجري اجري، هو فما حالات رانا قاعدين نتجاوزوا لقينا صعوبه كبيره لاداره كون تتاقلم مع وضعيات كما ذي الكنا زاد ما نعرفوش، نعاود نقول لك سي معز دونك ان شاء الله نسرعوا اكثر ما يمكن في اتجاه كونه تتوفر هالمعدات هذه. بدينا نفهم تو بعد الكورونا بانه الطب اهم ياسر من مثلا من السيارات والمسايرات الوظيفيه مثلا. شوف شو نقول لك حاجه، هذه الناس كلها الناس كلها هذه نقول لك حاجه، مش نقول لك حاجه، نحن التوانسه الكل ترى فينا الكل اطباء وخرج الطب نعرفوا لي سبيطاراتنا واضحه سيئه من قبل مسيل الكورونا، فمش تونسي يعرف والله يقول لك سبيطاراتنا هايله كنا نشكيو ما زاد يقول لك عملنا يقول لك عملنا مش نقول لك حاجه، ما عملناش حاجه كبيره ونتحملوا مسؤوليتنا كلنا التوانسه مع بعضنا قبل الثوره وبعدها صحيح، اما كي جات الكوفيد اكتشفنا الوضع اسوء برشا من اللي كنا نتصوروه، يمكن الطب ينجموا يفيقوا بالتفاصيل هذه وعندهم احصائيات وكل، لا الوضع اسوء نعرف، المهم ان شاء الله نخرجوا منها سلامات وتعلمنا برشا حاجات، حتى نحن عندنا في الاداره سمعوا نحب نقول لك حاجه غير الميدسين، فما مسائل اخرى الاداره الالكترونيه، تو نحن كي تسنى في الاداره الالكترونيه نقول لك عندنا بالضبط 200 خدمه، دول تو مازلنا ما هبطناكمش بالضبط خاطر يعمل فيريفيكاسيون هي اللي بالحق خدمه وانا هي اللي عاملينها دعايه فقط في السابق، هنا تو باش نجاوبكم برا نقول تو 200، جا وقت نطوروهم اكثر باش نفعلوا اللي هم مش فاعلين، وجا وقت باش الاداره تخدم على الانترنت، توا حاليا يومين الناس قاعده تعامل مع بعضها بالانترنت وهذا جيد جدا، هو اعطتنا فرصه مستشفى باش نزرعوا كل مصيبه نحاولوا نستفيدوا منها ان شاء الله باش نبنيوا المستقبل. مستشفى قعفور ما عندوش حتى مقياس حراري، توا يبعثوا لنا يقولوا لنا بانه مقياس حراري ما عندوش ترمومتر يخدم ترمومتر معناها في رعب يقول لك نخدم بالدرون توا تقيس الحراره من فوق باش ما يدخلش المواطن اون كونتاكت ديريكت. الدرون زاد فما مبادره، فما مبادره في الدرون بانه باش يجيبوا سيد محمد فريخه بالله كيما لاديسونس وانتم هو اطباء معايا باش يعرفوا راه فما زاد استغلال صار عند بعض الموزعين ما كامل احترام الناس كل راه الدوله ما زالت تنجم تتدخل في الموضوع هذا. جاب باش انا نجي نقيس مثلا اديسونس كانت 200 دينار نقاها ولات مليون هي بيدها نفس القطعه، حسي فما استغلال، استغلال هذا الدوله راه مش تقعد تتفرج. شفتها حكيت تسخير ان شاء الله ما وصلناش ما تقعدوش تتفرجوا تعلموا واش باش نقعدوا نتفرجوا تتصرف تتصرف سبا مي بون هو توا يقول لك تبيب اسهل التقنيه يقول لك هي من الاولويات بالنسبه لنا احنا اديسونس ولا اما نجم نوفر منهم لا باس. فما مبادره نقول ما الناس ما يغلطوش وقت يبداوا يتعاملوا مع الدوله كي تحب تشري منهم حاجه. فما مبادره نتاع درون ان سيد محمد فريخه عن طريق شركه تلنات يقول تجيب درون اللي تقيس الحرارات
تسلم عليه وزيد السيد وزير الصحة. لا لا المبادرة أنا كلمت اتصل بينا السيد يقول لك ما تحبش تتكلم إلا ما يخلطوا. خرج الأخبار هنا وخرج الأخبار بيقول إنه يقول لك أنا خذيت المبادرة هذه ما نجم نحكي عليها إلا ما يوصلوا لتونس وبالطبيعة توا القشقاو مشاكل الشحن وغيرها من المشاكل كيفاش دخلت لتونس. بلاسي محمد نحب رقم ما يسالش ما بين ظفرين قداش عندنا من سيارة إدارية وقداش نستهلكوا عليها في العام؟ والله شوف السيارات الإدارية تو تقريبا إذا مانيش غلط في الرقم فوق 72,000. علاش نذكر الرقم؟ خاطر مازلنا كي جلسنا قبل ما تتأزم الوضعية مع الإطارات نتاع رئاسة الحكومة اللي معنيين بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى آخره، يجيو نرجعوا الموضوع قديم برشا ولو تو مش وقته برشا. لا قداش تكلف على المجموعة الوطنية؟ مانيش نعطيك شفرة مش نقول لك حاجة أخرى. وقتاش نبداو نقصوا منهم؟ أنتم راهو يسكت تفرك نقول لك إدارية راهو تنجم تحسب لنا حتى تراكتور معناها، تنجم تحسب لنا حافلة، وتنجم تحسب لنا سيارات تاع المصحة، وتحسب لنا سيارات تاع المصحة اللي يعطيوه الموظف بترخيص باش يستعملها استعمال خاص، وتحسب لنا 3000 واش فقط سيارة وظيفية معناها شكون ياخذوها؟ ياخذوها طبعا الوزراء، المديرين العامين، وأعضاء الدواوين، وفي المنشآت العمومية، هذوما كلهم راهو يجيو 3000 وشوية. نحن في إطار 3000 هذوما نحبوا نهار من نهارات نقصوا، قاعدين نستناو في دراسة باش نحسبوا قداش تطلع رابحة الدولة قداش خاسرة. كان نهار يقل الموظف مقابل المبلغ اللي ياخذ فيه في الليسونس وفي بلاصه السياره هذه ياخذ مبلغ معين يخلص منه ويشري هو سياره بالتقسيط، يظهر لي اغلبيه الموظفين باش يوافقوا. شكون ما يوافقش؟ فما حسبه معينه ربما عند بعضهم نجم نفهمها، اما نتصور اغلبيتهم يوافقوا. حاجه واحده نحبوا نحسبوها، هذا يربح الدوله ولا خساره؟ الدراسه اللي قالوا لي عليها وانا تو ما لقيتش وقت نقراها وبعثوها لي، سامحني نعاود ناكد عليك رانا نخدموا في 3 ساعات دونك ما نجموش نقرا كل شيء، ولا اولويه تقول كونه ممكن تطلع الدوله رابحه من الامر هذا. باهي سيموني لا فما نحكي على وضعيه الصحه العموميه، انا عندي 25 سنه في لوسبيتال يونيفرسيتير في السبيطارات وفي الواحد، كنا متشائمين قبل الكوفيد الكريز نتاع الكوفيد هذايا. رغم اللي تشوفوا فيه كل ورغم اللي لي فيديو اللي يدوروا رغم الوحدات الكل، عطاتنا اكتشاف كبير ياسر اللي انا بيدي اللي نعرف العباد قعدت بيت فيه. اولا بصفه اللي رجعنا مش تفائل غران اسبوار في الصحه العموميه. اولا الاطباء شبان اللي قبل كانوا كل واحد يمشي يلوج على بلاصه وين الكراس ولا كيفاش يمشي، الكم الهائل نتاع العباد اللي جاونا من لي ستوديو ان ميدسين من لي زانتيرن القدم لي ريزيدون القدم اللي جاو قلت متجندين ومش متجند باش يجي يعدي ساعتين ثلاثه وبعد يتعب ولا في الواحد. فمع عباد يقعد بالنهارين ثلاثه بيت في السبيطار. البارح برك لو البارح جا طبيب شاب كيف كذا كان خدم معنا قبل ومن بعد جاي باش يعاوننا تلقائيا، عنده ثلاثه ايام ما راحش. هذه حاجه. ثاني حاجه الاسلاك الاخرى الشباب الطبي الممرضين، عندي انا السائقين السيارات الاسعاف اللي قبل ديما واحد جا ماخر والاخر عمل والاخر او جاسي محمد عبد باش يعمل بيتين في السبيطار توا اللي ما يحبش اللي خايفين على ديارهم. فالواحد مش يقول لك اعطيني لوج على سيرتيفيكا علاش بيتو في السبيطار؟ والله انا فهمت علاش ما تاخذولهمش، علاش خذ ونزل خذ حاجه بيروات تاع طب حطوا ديليت كان، خاطر عندنا احنا كم نخدموا برشا في الواحد حاطين ديليت كان وبيتين في السبيطار متجندين. هذا مع بيت بسطاء اللي ما عنده حتى العائله نتاعو ولا في الواحد نتاعو ما هو السور اللي مززين ليلتها ولا في الواحد جايين توا عندهم نهارين ثلاثه اربع ايام يقعدوا في السبيطار على طول. لين نحشم حتى باش نروح الدار في الليل تحشم. باهي معز مسالش نسالوا سؤال في تفاه اسال هذوما باهي المتطوعين فما اللي مقطعين ولا ليه؟ ما فماش ناس كلي وقت اللي بقربة الأزمة اللي بعث سيرتيفيكا اللي في ساعة اللي استقال فما منهم زادة ولا ليه؟ سانز اكزاجيري ربي نعطيك سانز اكزاجيري سانز اكزاجيري اللي نخدم معاهم انا صفر. باهي معلومة أخرى عندنا دي فام اونسانت دي جون ميدسان اونسانت واللي القانون ما يسمح لهمش باش يخدموا، جاو باش ما يخليوش أصحابهم معناها يعملوا في سيركوي صغير وبرشا ناس هابط عليهم الخدمه، والله جاو وقعدوا اون بروميير ليني ويعملوا في الكونسلتاسيون كما احنا معناها قلنا لهم والله دي فام اونسان لا طلع فيهم واحد مشى ولا طلع فيهم واحد ما خدمش ها وقال لك والله دي فام اونسان نحكي لك راهو فام هذه حاجه نعيش فيها معناها انا ديما تستغل العكير سي هيثم في الانفيرونمون بروش لا لا قلت لك لا ايفيدامون عملنا فلاش باك تو سمعونا دقيقة عباد كانوا عندهم دي واحد استجوابات ومشي تعداو على الكونسي دو ديسيبلين ولا كان بعث سيرتيفيكا بسيكاتري الناس كل نحات هذاك كله رجعوا يخدموا.
رجعوا يخدموا تلقائيا مش اللي انا قلت بالسيف يرجعوا للحاكم قال الناس كل ترجع. سي معاذ تفضل اعطيني. يعطيك الصحة. كانت لازم تحط لنا سلايد. اما جوست حبيت نرجع قبل على مداخلة سي عبد اللطيف المكي وزير الصحة. دونك الحقيقة مشكور ياسر على المجهودات اللي عملهم في الأزمة هذه الكل، يعني ريناه سور لو تيران من الصباح لليل وعمل وزاد عمل وماهيش مزية أما يعطيه الصح، هذيك خدمته يعطيه الصح. أما بار كونتر أنا شوكي بحاجة من الريبونس نتاعو اللي كيف يجي يقول لنا اللي لي تيست باش يوصلوا بعد ثلاثة جمعات، راهو بعد ثلاثة جمعات ينجموا الحالات البلاد تتضرب في 120 مرة. ليتالي نحن فيه راهو مره يقولون رانا في حرب، مره يقولون رانا حاجه اورجونت، راهو هذيا حاله خطير وسي فري وقاعده البروباغاسيون تاعها والفيتيس اللي قاعده تطلع بها راهي سريعه. كيف تقول لي انا حاله نتاع باش نشد نستنى ساعه اوكي، باش نستنى نهارين، باش نستنى ثلاثة ايام، اما ثلاثة جمعات ما نجموش نستناو ثلاثة جمعات. انا اللي فهمت مشاكل تاع شحن. شو شو انا سمعت كلمة اللي كيف كان تقول لي مشاكل نتاع فلوس، راهو اللي باش يتكلف تسويت باش يتكلف ياسر اقل من اللي باش يتكلف موتا واللي باش يتكلف بارد في السبيطارات واللي باش يتكلف على الاقتصاد. يعني ما لازمناش نخموا فيها في فلوس. كان باش تقول لي حكاية صفقات عمومية وكل، انا هوني نقف شوكي. يعني سي محمد مقبلي كسيد الوزير حكى اللي نجموا نسرعوا برشا حاجات، مش نجموا لازمنا نسرعوا برشا حاجات. يعني انا بالنسبه ليا عندنا توا اربع ايام ولا جمعه ونحن نحكيو على لي تيست، راهو لي تيست سي اورجون، ثم دي فورنيسور كي سو سون بروبوزي، يعني اللي جاوا قالوا نحن نعطيو زيرو مارج، مش واحد مش اثنين. يعني انا كيف نلقى ثلاثه ايام ونحن نستناو باش نقروا اللي بوتيتر دون 3 جور ولا 4 جور تو نجيبو وتو يجي وبعد ثلاثة جمعات، ليه سامحني؟ يعني من جهة تقولوا لنا راهو سي اون اورجونس، اي سي لو كا سي اون اورجونس. اعطينا انت الارقام كيفاش تقول؟ اعطينا الارقام اللي هي تقول سي اورجون، اعطينا بالارقام. بالارقام اللي باش نشوفوهم بالطبيعة. بالارقام حط لي السلايد تو نوريو الارقام، سي تخي اورجون. باهي قبل ما نوصلوا للارقام وين ماشيين، حبيت نعمل فلاش باك نرجعوا للتالي. الوزارة إلا بيرمي عطاتنا المعطيات نتاع الحالات من رقم واحد حتى تكشي رقم 89، مازلنا ما عندناش الحالات الأخرى حتى تكشي 197. نعرفوه شكونه قداش عمره وقتاش تخلل تونس من برا ولا حالة تونسية. دونك الحالة كيف نرجعوا، أول حالة اكتشفناها في تونس هي نهار 2 مارس سيد جانا من إيطاليا. نهار 9 مارس وصلنا عندنا خمسة حالات، ثلاثة من إيطاليا، واحد من فرنسا، واحدة حالة اللي هي مرت السيد لولين ونعرفوا أون ليدونتيفي. نهار 9 مارس الوزارة ولا الدولة نقصت الترونسبور مع إيطاليا، قصت الترونسبور مع إيطاليا خاطر عندنا 60% من الحالات جايين من إيطاليا، سكرت المدارس من أبرتير من 12 مارس. دونك لحد الآن فاهمين علاش إيطاليا. باين تعديوا السلايد اللي بعده. كيف نوصلوا حتى تكشي ل 12 مارس؟ الحالة رقم 6 عديت الحالة رقم 7 والحالة رقم 9. عندنا مشكلة في الحالة رقم 10. الحالة رقم 10 هذيك نهار 12 مارس أول حالة كونفيرمي ما عندناش من وين جات، شكون عداها، اش معناها؟ اللي كنا الدولة هذه بالطبيعة حسب الموقع حسب الرسمي، حسب الموقع الرسمي نتاع وزارة الصحة، راهو ماناش نحن جبناهم لي دوني. دونك أنا كيف نشوف هكا اش معناها؟ كانت الدولة حتى تكشي ل 12 مارس البو روتراسي تنجم تتبع العباد شكون عدا شكون، نعرفوا الباسيون زيرو، نعرف من شكون بدات العدوى. ابارتير من 12 مارس اكتشفنا حالتين ما نعرفوش من وين جاو. و سي سور يا اون اليرت خاطر نهار 13 مارس تعدينا الباساج لنيفو 2 مباشرة. مباشرة. دونك اش معناها عندنا حالات ما عندناش السورس نتاعهم. يعني ثم برشا حالات منتشرة في البلاد اللي هما عداوا الحالتين هذوما كرا. باين تعديوا السلايد اللي من بعد. من بعد 13 مارس مازلنا ثم حالات نجموا نتبعوا فيهم، هما الخطوط اللي تشوفوا فيهم بالاخضر. يعني الحاله مثلا نمرو 4 اللي دخلت من ايطاليا عادات الحاله نمرو 14، الحاله نمرو 5 عادات الحاله نمرو 16. دونك قعدنا مازلنا نتبعوا في كيلك في شويه حالات. نهار 15 مارس عاودنا اكتشفنا حاله جديده اللي السورس نتاعها ما نعرفوهاش. مره اخرى. جايه مره اخرى. من بعد بداوا يكثروا. دونك من 15 مارس كيف بداوا يكثروا
هذا اللي نقولوا عليه الانتشار الافقي، يعني اللي ما عادش جايين من برا، ما عادش حالات اللي تشوفوا فيهم باللكحل العبيد، يعني اللي حاطينهم باللكحل هم عبيد جاوا من برا، اللي تشوفوا فيهم بالاحمر هم عبيد من تونس. دونك نشوفوا اللي بداوا يكثروا الحالات اللي في تونس، العدوى المحليه ولات موجوده. على ذاك الامر ولا اكثر خطير، كيف يجيك عدوى من برا تحطها وحدها في الحجر تقعد على روحها تبرى وكهو، اما كيف يكثر هذا، كيف نرجعوا لك الباسيون 10 في كوريا الشماليه والجنوبيه، نحكيوا على الباسيون 31 ولا الباسيون 31 في تونس، بتيتر عندنا الباسيون 10. كيفاش هذا جي؟ شكون عداه؟ اللي هو سيرتينمون واحد ما قعدش في الحجر الصحي الذاتي اللي اوبليغاتوار نورمالمون، ما احترموش، وهذوك علاش بدا الانتشار. معناه ينجم يكون واحد ينجم يكون في الحجر يسبب في هذا اللي صاير اليوم الكل واللي جاي من بعد الكل، ينجم يكون واحد. الباسيون 31 لا باسيون 31 مرا هي، يعني اليوم في كوريا الجنوبيه اعطوها يعني تهمه قتل عمد، ما مش مؤكد خبر، مش مؤكد خبر، هذا اللي اون لو ديسكوت. ان توكا كيف وصلنا؟ قلنا 17 مارس ولاو عندنا اكثر حالات محليه اللي ما نعرفوش السورس نتاعهم من وين. من 18 مارس اعلن رئيس الحكومه على تسكير لي فرونتيير وعلى مزور اللي نعرفوهم الكل. دونك حابين نرجعوا هوني باش نقولوا راهو العدوى في الاصل اللي بدات تنتشر محليا من نهار 12 مارس، يعني وقتها بدات الحاجات تولي خرجت شويه من تحت السيطره. كيف نقدموا؟ بدات تخرج اكثر واكثر، وما عادش نعرفوا شكون عدا شكون، خاطر كلنا نجم نكونوا معديين، نجم نكون انا مريضي، نجم تكون انت، نجم يكون الاخر، دونك ما نعرفوش. تعداو بربي اللي من بعد. ثم حاجه اخرى مدتها لنا وزاره الصحه وانا نطلب التوضيح للي فاريابل اللي مدوهمنا. ثم حاجه اسمها لا دات دو كونفيرماسيون نتاع الحاله. وقتاش تاكدنا اللي وقتاش تاكدنا من الحاله؟ يوم تاكد من الحاله. وثم حاجه اللي هي الاونسيت ديت. وقتاش بداو لي سيمبتوم؟ هذا حسب راهو السيت نتاع وزاره الصحه. كيف نغزروا؟ ثم عندنا حالات اللي ثم 8 ايام ما بين النهار اللي بداو لي سيمبتوم وكونفيرمينا العبد هذا، يعني الحاله 89، الحاله 88، الحاله 84، 76، 53، 24، هذوما يعني 8 ايامات، 7 ايامات، 7 ايامات، 5 ايامات ما بين الدات هذه والدات هذه، ما بين نهار اللي جات لي سيمبتوم ونهارت اللي كونفيرمينا الحاله، علاش ثم الديكلاج هذا؟ شنو يعني؟ شنو يعني؟ هذا نطلبوا توضيح من وزاره. انت شنو حسب رايك شنو يعني؟ حسب رايي شنو يعني؟ هذا السيد قاعد في الحجر الذاتي. احترموا ما احترموش ما نعرفوش، نحن ما كونفيرمين اون ا با في لا كونفيرماسيون. كيف نتبعوا السيركوي نتاع الوزاره؟ نورمالمون اذا دات نتاع الكونفيرماسيون لو 22 راهو صار البريليفمون لو 21. يعني من 14 لل 21 ينجم يكون هو السيد عنده الاعراض، اما شاكك، ينجم يكون اتصل بالسامو، اما ثم ما يهزوش. لا ينجم يكون اتصل بالسامو قالوا له تقعد في دارك، تقعد في دارك، في دارك. اي لا ينجم زاد هيك ما وصلش للسامو، راهو عندنا عبيد يقول لك انا حاولت وما وصلتش، وكيما كان يحكينا سيمونير اللي ثم ضغط كبير على السامو. دونك الكيستيون ما بيناتهم هذوما 8 ايام شنو صار؟ اسكو عدي عباد اخرين وين ماشيين؟ ما نعرفوش وين ماشيين مايس؟ باهي نزيدوا نقدموا اكثر. دونك هذايا الكورب اللي وريناها المره الاخرى واللي جي انسيستي اللي راهي هذايا الكورب نتاع الكا ديتيكتي ما نركزوش عليها برشا، ما نركزوش عليها برشا، راهو لازمنا نفرحوا كيف يزيدوا عدد الحالات المكتشفه، خاطر عدد الحالات الحقيقيه اكبر بياسر من هذا اللي بعد. دونك قاعدين نطلعوا صحيح وباش نزيدوا نطلعوا وفو ميو. حابين نفسروا اليوم كيفاش نجموا نحسبوا فاسون مش ياسر صعيبه عدد الحالات الحقيقيه اللي تحوس في البلاد. خلينا ناخذوا اكزومبل، اذا نحن نهار 26 مارس اليوم عندنا حاله وفاه. الحاله وفاه هذيك ما تعدت ليش العدوى نهار 26 مارس، تعدت لها العدوى اون موين 15 يوم قبل. ما بين 13 و 17 مارس، يعني تعدت لها العدوى نهار 11 مارس. كيف ناخذوا؟ خذينا ارقام جايين ماشيين على خاطرها قريب تكمل المشكله. التو يعني نتاع العباد اللي يموتوا ما بين العباد اللي انفكتي الي دو 4%، يعني باش يموت لك واحد
لازم يكون نهار 11 مارس ثم أو موين 25 عبد مصاب. مصاب دونك 25 مصاب ديتكتي ما نعرفوش. ما نعرفوهوش 25 ما نعرفوهم ديتكتي ولا موش ديتكتي. عندي 25 مصاب نعرفوه ولا هذا شنو نحكيو كريال يعني حالة حقيقية ومن بعد ثم الحالات المكتشفة بين الحالات الحقيقية. دونك نهار 11 مارس كنا في 25 حالة تعديوا بربي السايدين بعده. كيف كنا نهار 11 مارس 25 حالة إذا نتبعوا التوم تاع البروباغاسيون اللي موجود توا نجموا في كل 15 يوم هذمك نوصلوا حتى كشي ل 800 حالة يعني عندنا دي زانترفال بعد في الأخر باش نكونوا بين وبين اما او موين بور سامبليفيي نجمو نوصلو 800 حال. يعني شنو هي العباد لازمها تحط في مخ راهو كيف تشوفوا حاله وفاه اليوم راهي ما تعدتش اليوم راهي تعدات 15 يوم قبل وراهو كل العباد اللي بيناتهم اللي عداوها راهم عداوا عباد اخرى اللي راهو كل حاله وفاه نشوفوها اليوم راهي هيستوريك نتاع 14 يوم التالي يعني كل عام كل حاله وفاه ابوبري تعطيك 800 حالة حقيقية تحوس في البلاد. واضح، معناها كي نظر في الستة أنا نلقى تقريبا عدد. تلقى 3200 أو موين، تعديو السلايد اللي بعده اللي بلو ديتايي أون فادير. حطينا بين وبين. نهار اللي تعدينا الكوفر فو عندنا ما بين 500 و 1400 حالة. أقل حاجة أكثر حاجة. أي. ما بين وبين. نهار اللي تعدينا الكونفينمون سانيتير. اللي سكرنا نهار 22 مارس ما بين 800 و 2000 اكثر من 2000 أي. اليوم نشوفوا كيفاش قاعدين يكثروا عدد الحالات ما بين يعني لي زيستيماسيون تاعنا ما بين 2000 و 7000 يعني جنسيست راهو انا نقول دي زيستيماسيون ما ثم حتى واحد يعرف العدد الحقيقي بالضبط نتاع الحالات المنتشره في البلاد وذي بطبيعه للناس اللي خالفت وخرجت للشارع وعدات الناس بعضها هي رجعنا للفلاش باك هي المتسبب راهو المشكله بديت المشكله معنا اليوم اليوم عندنا ما بين 2000 و6000 غدوه ينجم يكون ما بين 2500 7500 بعد 3 ايام واللي نعنيو فيه اليوم نهار 26 راهو مخلفات نهار 11 بالضبط راهو ماهوش المشكله اليوم مع الكورونا هي هال 14 يوم ولا 15 يوم ديكالاج راهو العبيد عايش اليوم نهار 26 وتغزر للي شيفر هذا اما راهو المشاكل جاو 14 يوم التالي معناها كي نقدموا القدام 14 يوم باش نلقاو عندنا مشاكل اكثر بياسر اليوم يعني مشاكل اليوم كيف اليوم مانيش نحترموا في الحجر الصحي ما ينجم يكون ينجم يكون الحجر الصحي الشامل باش يخلينا بعد جمعتين باش يبدا ينقص عدد الحالات هذاك شنو 2007000 مثلا تلقى 3000 برك في عود 7000 لانه الحجر قد ما يقبل قد هو سي شيما ايبيديميولوجيك هذوما هما اللي مكنونا باش دو بريفوار ولا شنو الحاجات اللي لازمنا نعملوهم احنا باش نعالجوا المرضى اللي مشاو مرضوا خاطر الهام ماهوش لو شيفر دو 7000 ولا ميم سي لانترفال دو كونفيونس سي امبورتون معناها كبير برشا اللي ما تنجمش تقارب بيه قد قد يخلينا احنا اون سو بريبار نخدموا بهم معناها نخدموا بهم سو بريبار للواحد وخاصه يعاون لي بوفوار بوبليك باش تاخذ الاجراءات اللازمه باش تنقص من الحالات وتنقص خاطر قد ما ينقص النمبر تاع الحالات ينقص العدد نتاع الحالات الخطيره اللي هما اللي مشي عدد الوفيات اللي هما مش يدخلوا في هذا ديبيستاج دوبل سونس معناها رساله للمواطن باش يقعدوا في ديارهم ورساله للمسؤولين بور فير لو تيست لو ماكسيموم باش نعرفوا عنا دوبل سونس انا قلت شوكي مقبليك كيف نحن نجي ونقولوا اللي لي تيست باش يجيو بعد ثلاثه اسابيع يعني نحن اليوم كيف اون استيم اللي ثم مينيموم اليوم بالحاله اللي اليوم ما بين 2000 و 2000 قول مينيموم 2000 يعني انا كم في الواحد نشوف الشوكي داكور دو اللي يحب ثلاث سنين اما تصور العالم اجمع يلوج على الماسك في اف بي دي والعالم اجمع يلوج على التيست والعالم اجمع يلوج على الشوكي هذاك كان جيت قلت لي كان جيت قلت لي على المرشي خلي جاوبك عاد خلي جاوبك مع الزاي نقول لك فما الوقت اللي الناس كل تلوج على فرد برودوي سي نورمال باش تلقى في ايطاليا في فرنسا في الزحمه وغوره الناس كل باش تدخل على اللي توصل الغوره كما كما كامل مع زي سيموني صحيح اللي تحكي فيه كان سي لا غارتي دو برودوي سي نورمال باش نقعدوا نستناو اكثر خاطرنا مانيش نسمعوا فيه اما بار كونتر سيد الوزير اللي يجي يقول لك راهو لي مشاكل زاده نتاع صفقات عموميه
يعني نحن اليوم اذا تطبيق نقدر القانون عاودها برشا مرات راهو سيد عبد الله تاع تطبيق القانون يقول لك يعني طبق القانون ما نجم يعني نلقى فصل تحس اللي يديه مربوطه هكا يعني ماهوش قاعد ينجم يقدم نعاود ناكد لك راهو تجاوزنا باهي ان شاء الله لعلمك انت الفرماسي سونترال راهي تجاوزت قلت لك فما نص يسمح فما تخوف من البدايه وتجاوزوا في صفقه من الصفقات وتو عنده امر خاص به هو يخليه يتجاوز ترتيب الصفقات العمليه أكثرش من هك مخر شوية بعد جمع ما يسالش أما على كل حال عملناه راهو النهار بحسبه عندك الحق حتى الساعة بحسب بيان سور اكزاكتوم نتعدي للين بعده دونك جوست حابين نوريو ريبارتيسيون اليوم متاع الحالات يعني المكتشفة والاستيماسيون زيدة متاع الحالات يعني الريال كيفاش قاعد في البلاد ينتشر اليوم كيف ناخذوا تونس ورينا وبن عروس يلغوبخيزونت أبوبري 50% من الحالات الكل وهما 20% من البوبولاسيون يعني راهو قاعد ينتشر غادي اكثر وكل ما عندنا اكثر حالات مش مكتشفه راهو باش نزيدوا ينتشروا اكثر يعني على ذاك نعاود ونقولوا نفس الحكايه راهو من جهه شدوا دياركم باهي هنا شادين ديارنا وهاو عباد ديارنا فما عباد ماشي ديارنا ايه هذيك حكايه اخرى ديجا شد دارك للناس الكل لازم تفهم شد دارها لان هي مسؤوله زاد بيان سور على عدد الوفيات اللي باش نوصلوا لهم بعد وعلى عدد اللقاء اللي باش نلقاهم راهو اللي يتفرجوا فينا تو واللي يخرجوا واللي قال قبيله الكورونا راهو ما تعمل لنا حتى شيء وحكايه فارغه واحد راهو لازم يكونوا هما المتسببين في عدد الوفيات اللي بعد باش حكينا عليه ينجم يمشي ويكبر اكثر من المتخيل اكزاكتومون دونك من جهه العبيد مسؤوله على شادين دارها اما من جهه الاخرى المسؤولين مسؤولين لازم على باش يتستيو باش ينقصونا باش نلقاو هذوما شنو تعني شنو تعني هذه تونس اريانا بن عروس وبعدها تجي سوسه نجم نفهم انه بؤره سوسه بؤره لا ما نحكيوش على بؤره هذيك سي اون اوتر ديفينيسيون انا جوست الميساج اللي نحب نعدي اللي باش تعدى به للين بعد اللي راهو لا ريبارتيسيون ماهيش نفسها على البلاد كامله يعني ليفور زاد ان مومون ما لازموش يكون نفسه على البلاد كامله لازمنا حتى من بعد ما نوصلوا نجيبوا لي تيست وان شاء الله في اسرع وقت اللي نعملوا اون استراتيجي دو تيست اللي تكون افيكاس وهذايا علاش تو نتعداو البراب السلايد اللي من بعده وصلحوا لي يعني السامو والطب اليوم شنو قاعدين نعملوا كيف باش نتستيو اذا عبد محطوط في الكونفينمون سانيتير ولا في النورمال حسب لي سانتوم يكلم السامو يعملوا له يعني ان سكورينغ في التليفون اسكو الكا نتاعو يستحق ولا ومن بعد ثم عبيد باش يعملوا لهم تيست دو ديبيستاج ليهم هما نورمالمون والا بارفوا للونتوراج نتاعهم هذا اليوم شنو اللي معمول به السيمونير ينجم يصلح لنا اذا لا مش سي دي نيونس ما نعملوش ان سكورينغ وقت اللي يكلموا وقت اللي يكلموا يفوا ان كونسلتاسيون فما طبيب هو اللي يسلم والتيست موجود ان تيست دو ديبيستاج سي ان تيست ديغنوستيك عنده مريض عنده الاعراض نعملوا له تيست كما واحد مريض بصدره يعمل تصويره في الصدر ولا مريض قلب يعمل يعاون على الديغنوستيك سي بور سا اللي التيست اللي توا يعملوا فيه بس هو سي ان تيست ديغنوستيك على ذاك اون سيب لي مالاد وعلى ذاك ال 190 مجعول للمرضى مش مجعول للاستفسار ما يتعداو اللي بعد بين يتعداو اللي بعد اليوم اسكو عندنا الكاباسيتي باش نتستيو باش نعملوا هالستراتيجي نتاع تيست ماسيف ولا كيف نشوفوا بلدان كيما كوريا ولا كيما فرنسا اللي تعدات من حكايه 2500 تيست في النهار حتى شي 30,000 والمانيا اللي عندها 30,000 في اسبوع يظهر ينجموا يعملوا حتى اكثر اليوم بريسكي 100 في 10,000 تيست في النهار البي با كثروا في نومبر دو تيست امريكا اللي كانت ماهيش بورتي على لي تيست ولا تعمل فيهم ماسيفمون نحن اليوم تونس اون استيمي 150 تيست بار جور سي سيد الوزير من قبليك قال لي نحن على 308 اليوم ولا 306 تحليل معالي باش نزيدوهم اذا نشوفوا اش قال سيده رئيس الحكومه 10,000 تيست على 14 لا قال اكثر يا سيد الوزير قال شول يمكن مئات الالاف هاو باش نوصلوا خلينا في ال 10,000 تيست على 14 يوم ولا 14 يوم هاو باش يوفيو وان شاء الله نخلطوا نعملوهم ال 10,000 تيست نجموا نوصلوا ل 1000 تيست في النهار باهي اسكو هذا سوفيزون ولا جاوبنا ترى نحن عندنا مينيموم 2000 حاله اليوم تحوس في البلاد وعندنا كاباسيتي باش نعملوا 1000 تيست في النهار يا خويا نجموا نشدوهم هال 2000 نلقاوهم ولا نتعداو السلايد اللي من بعده خنحاولوا نشوف لازمنا نحطوا اون استراتيجي دو تيست باش نوريو دي استراتيجي دو تيست نايف يعني بالعربي اللي هما ما همش باهين
دخفة ودي استراتيجي دو تيست بلوز انتيليجونت اون فادير باهي نبسطو شويه معناها نحكيو بالدارك استراتيجي دخفة كيما قال هيثم تعداو الستايد اللي بعده استراتيجي الأولانية عندنا لي تيستوات نقسموهم على الجوفرنور الكل استراتيجي ثانية عندنا لي تيستوات نقسموهم كل جوفرنور اللي عنده أكثر ديكا نعطيوه أكثر ديكا نعطيوه أكثر دي تيست استراتيجي ثالثة اللي عنده أكثر عباد يسكنوا نعطيوه أكثر دي تيست هذوما تروا استراتيجي باهي الأولى إذا ناخذوا ليبوتيز اللي نحن عندنا 3000 حالة تو 3200 حالة سوبوزون توا قلت لك نعملوا توا تيست موجود توا توا عندنا لي تيست 10000 تيست نجيو السيناريو الأولاني نفرقوه على كل جوفرنورا ونعملوا تيراج الياتوار يعني اللي يتعدى بالزهر هكاك انت استيعابي كيف نعملوا 10000 تيست بالسيناريو الاولاني قداش نجموا نطلعوا من حاله قداش ما بين زوز وثلاثه باه يا خيبه المسعى يعني اللي صرفناه واللي حكيناه واللي مشينا جبنا لي تيستوات طلعنا زوز ولا ثلاثه من الناس في السيناريو الثاني اللي نقولوا ليه انا الجوفرنور تاعي عندها اكثر ديكا مستحقه اسرع جيبوا لي لينا نطلعوا أربعة خمسة السيناريو الثالث اللي يقول لك ليه انا الجوفرنور تاعي فيها اكثر عباد يطلع زوز ثلاثه دونك بربي علاش حطينا هالاستراتيجي نايف سي تان ميساج نحبوا نعديوه راهو اليوم كان جاو لي تيست ان شاء الله راهو ما لازمناش نكونوا في الريفونديكاسيون ريجيونال ما لازم ريجوناليست بلوتو فوالا ما لازمش نشوف الجهويات تعطيني انا عندي جهويات انا نائب يخرج لي نائب يقول لك انا منطقتي ما خذيتش حتى تيست وينو نصيبنا في التيست وينو نصيبنا اي باش تولي هكاك الحكايه خاطر باش نحكيو على تيست ماسيف وجبنا 10000 ولا 100000 ولا 200000 نحن ولايتنا مظلومه ما خذيت حتى تيست نحن ولايتنا اكبر من الولايه الاخرى والاخرى خذوا اكثر تيستوات دونك بربي خليو الوزاره تخدم خليو لي بروفيسيونيل نتاع السونتي يخدموا راهو عندنا كفاءات في الوزاره وفي البلايص الاخرى وعباد متجنده وعباد تعطي في وقتها وتعطي في صحتها باش توصل المعلومه مازلنا نعملوا مالا تو مازلنا نعملوا اش تعديو شنيا نجموا نعملوا اللي هي الاستراتيجي دو تيست سيبلي كيما اليوم اللي قاعده تعمل فيها الوزاره اما مش للانفيرونمون الضيق الاولاني نوسعوا اليوم الوزارة أكثرية الحالات تقول لهم اقعدوا اون كونفينمون يعني اللي فيهم شك اقعدوا 14 يوم في دياركم وكان طلعوا لكم الأعراض تنتستيوكم باه البلدان الأخرى اللي مشيت في تيست ماسيف اللي يطلع له الأعراض ولا حاجة يتستيوه هو واللي دايرين بيه واللي في العمل وأكثر من العمل وين مشى وشكون مع شكون قعدوا ونتستيو برشا باه ناخذوا الكوري دو سود اللي هي اكثر بلاد عملت تستويت اليوم في العالم جوست حاجه برك معزره وهذا اللي بدا يصير توا في تونس هذا اللي بدا يصير بداوا يتستيو في المحيط نتاع الاشخاص اللي متاكدين المحيط من اصابتهم المحيط الضيق اما هاي. انا قلت لك نجموا كيف نعملوا اون استراتيجي دو تيست ماسيف نبعدوا اكثر من المحيط الضيق ثم العباد اللي قعدت في ديارها عندك اربعه من الناس اون كونتاكت معاها واللي خرج من العباد يخرج دار ومشى قعد في بلاصه بعد مشى وبعد مشى كذا الكل نمشيو نعملوا لي تيست دونك كوريا جنوبية عملت 340 ألف تيست حتكشي الـ 25 مارس يعني حتكشي البارح التوم تاع ليكا ديتيكتي كيف انت تعمل هكا وصلت 266 يعني اش معناها كيف انتستي 100 عبد من الانتوراج متاع واحد مريض نطلع زوز ثلاث زوز ثلاث ماهي اذا نحن نعملوا استراتيجي هذايا سيبلي يعني نبوسيو اكثر استراتيجي متاع الوزارة اللي اليوم اكتوالمون نجمو نوصلوا على 10000 تيست اللي عندنا نديتكتيو 266 حاله ونحن نلوجوا على قداش اليوم نلوجوا على 3000 مينيموم على 2000 قلنا ما بين 2000 و7000 7000 أي. اذا انت اليوم تعملهم 10000 تيست باش طلع جيت 300 يقول من 3000 يعني مازلت ياسر بعيد كان باش تنجم تحب تعمل تحب بالحق تطلع اكثر لازمك اكثر تيستويت راهو ال 10000 تيست ماهيش حاجه برشا راهي شويه سي عبد اللطيف المكي مقبليك وضح حاجه قال راهو ال 10000 تيست اللي حكينا عليهم هما لي تيست بي سي ار يعني لي تيست اللي يتعملوا في اللابو ماهمش لي تيست رابيد يعني ان شاء الله لي تيست رابيد ما يكونوش بال لا شوف
قال مئات الالاف اللي تسترابي ويطلعوا في 15 دقيقه ونجموا نعرفوا اللي كمانداو اللي هذوما اللي كمانداو صغيره في ريزون مورا مشكله صغيره لخاطر نحن وقت اللي حكينا على اريانا ومنطقه تونس الكبرى فيها اكثر نومبر نتاع عباد اللي هما عندهم بوزيتيف يلزمك زاده تشوف بروبورسيونال قداش عملنا من تيست في المنطقه ذيك بارابور ولايات الاخرين خاطر راهو كي تعمل 100 تيست غادي تطلع منهم 50 مش كيما الاخرين تعمل فيهم 20 تيست تطلع واحد ولا زوز دونك ثم حاجه مهمه ياسر هذه الاولى ثانيا التيست ما تنساش انه راهو ايجابي في 70% من الحالات يعني ثم 25 الى 30% التيست نجم يكون نيجاتيف وتو في العالم ثم دوتر ميثود مع التيست بور كونسوليدي لو دياغنوستيك اللي هو مثلا سكانير توراسيك اللي فيما حد كبير برشا ينجم يطلع لك دي ليزيون تيبيك نتاع لي ليزيون بيلمونير حتى كي يبدا معناها لو باسيون اسيمبتوماتيك وهذا ثم انوري الفرنسي ديجا تكلم عليها جا باسيون عمره 71 سنه ما عندوش حتى سيمبتوم شويه معناها عملوا له سكانير طلع طلع عنده دي ليزيون فهمتني بيه تفضل تفضل صغيره اللي هو لا فيناليتي راهو نتاع لي تيست سو ني با بور فير دو شيفر ماشي اللي سولون لا بوليس او سولون لي مانيفيستان الفيناليتي هو كي نلقاو زوز هذوك يزون يعملوا الحجر الصحي ويسون كوفيني باش ما يزيدوش يعديو عباد اخرين اذا كان العباد اذا تقول لي 6000 اذا كانك العشره اللي نلقاو كمان ما يعملوش الحجر الصحي وقتها ما عملنا شيء ما عملنا شيء لازم نفسر الناس اللي مش معناها باش نشوفوا العدد الحقيقي نتاع 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 الاصابات بس با هاكا الاستراتيجيه هذه لمينا اكثر راهو الفيناليتي هو باش العباد يحترموا الحجر الصحي هذا هو وذاك البلدان اللي نجحتش عملت معناها واللي نجحت ما نشحتش بالتيست كهو اللي شد الواحد نتاعو سكر على روحه ويعمل سكروا الساعه عليهم ثم سكروا وحطوا حجر ومن بعد تستيو هذا هو اللي قلناه هذا قلناه قلناه نهار الاثنين بالضبط راهو الكلام هذا وكيفاش كوري جاوبوا قلناه ونعاودوه ديما راهو من جهتين يعني لازم العباد تحترم ولازم الكونفينمون والحجر الصحي الذاتي الريسبي نتاعو اما لازم نلقاو العباد الاخرين مازال عندنا حاجات ومانيش اي اما مانيش نلوجوا على النومبر نحن راهو اما جوست حابين نوريو اللي راك كيف عندك برشا حالات وتحب تكتشفهم راهو العشرة اللي في تيست اللي حكينا عليهم راهم شويه راهو حاشتنا بايفور اكبر وفيسع نتاع باش نجيبوا لي تيست بربي نتعداو السلايد اللي بعده نحن اون فولو بروبوزي اون استراتيجي Elle est, elle n'est pas, elle est perfectible. يعني اما جوست دي زيدي اللي نجمو نحكيو فيهم اول حاجه بالنسبه لينا اذا عندنا لا كاباسيتي اتيستي سي تيستي ماسيفمون لو كور ميديكال العباد الفرونت نتاعك علاش في لي زيبيديمي اللي صاروا قبل الكل ايبيديمي ايبولا 2014-2015 ايتود عملت بعد ليبيديمي البيرسونيل سوانيون il avait 32 fois plus de chance 32 مره اكثر ريسك من عبد عادي من البوبولاسيون نورمال في كندا في 2003 44% من ليزانفيكسيون على البيرسونيل سوانيون هذا السارس اللي هو الكورونا بروميير فيرسيون بروميير فيرسيون في المارس في الكوريا دو سود في 2015 عندنا 12 اوبيتال 4 كلينيكات وزوز امبولونسات اللي هما ils étaient infectés ولات تتعدي يعني سي سكون ابيل لو ريسك نوزوكوميال اللي ولات تعدي هي بيدها في العدوى يعني اكثريه العباد اللي تعديت منهم نبداو معناها بالاطار الطبي وشبه الطبي والناس تخدم في المستشفيات وديما مش بركه علاش خاطر ينقص الريسك نتاع العدوى لهم هما لعائلاتهم وللعباد اللي تجي للسبيطارات الريسك زاد il rassure le staff médical هيثم il a posé une question tout à l'heure est-ce que la bête بدي ارجع بدي ارجع نرجع لي بدي ارجع ما ساعات ماناش في بريزونتاسيون اي ساعات نرجع باش الناس تفهم دونك هيثم سال سؤال مقبليك قال لك est-ce que العباد متجنده بالحق ولا ثم شكون خبره والجواب كان راهو اليوم متجندين خاطر هكا اما كيف يلقى هو اللي هو ماهوش محمي ولا هو ما يعرفش على روحه مريض ولا ماهوش مريض باش يولي يخاف على روحه باش يولي يجبد روحه حبينا ولا كرهنا وشفنا في برشا معارك برشا جنود يهربوا من السحالة يزرتيو باهي هذه الحاجه الاولى اللي ننسيستيو نبداو عليها نبداو بالكور ميديكال عندك 10000 تيست اجا يا خويا بار بريوريتي تستي العباد اللي هما ديريكتومون اكسبوزي نقص لي الريسك هذاك باهي الحاجه الثانيه نتعداو السلايد اللي من بعد زيدونا في النومبر دو تيست راهو هال 10000 ماهم شويه شويه لازمنا نتستيو 5000 في النهار باهي سيد دكتور قال لنا مقبليك لي تيست هذوما يعني زوز دكاتره اللي عندهم ديفو نيجاتيف اللي هما ينجموا اختار
ينجموا يكونوا خطا. باهي نفسر جوج اش معناها الفو نيجاتيف والبو بوزيتيف. الفو نيجاتيف انت ماكش قدم قدم اي لا لا انت ماكش مريض، انت مريض ونقول لك ماكش مريض مثلا أي. تنجم تعديلي برشا عباد اليوم هذا شنو قاعدين نعملوا للعباد الكل نحن. اذا انت ماكش تستي فيه اي واحد مريض هو ستانفو نيجاتيف هو ما يعرفش تيست كهو. اما اذا كان نقولوا انه الناس الكل راهم مرضى من غير حتى تيست وهات نعملوا انا بليك الحجر الصحي ونقولوا احنا كميدسان ناخذوا اي مريض يجينا على اساس عنده كورونا الى ان ياتي ما يخالف ذلك من غير ما تستحق للتيست تعمل بريزون شارج صحيحه. فهمت؟ معناها يعني المساله مش مربوطه بالنمبر دو تيست، مربوطه بالعقليه اللي ماشي تواجه بها في المريض. احنا في ستاد 3 اي واحد ينجم يكون مريض معناها بعدوى افقيه، دونك كي يجيني انا نتعامل معاه على اساس انه مريض الى ان ياتي ما يخالف ذلك. وهذا نعملوا في امراض معديه. هذاك كيف يجيك للسبيطار. باهي نكملوا من بعد في الاستراتيجي سيبلي اما اون الارجي بلوس، تعداوا اللي من بعده بربي اللي نقصوا الماكسيموم العباد اللي تمشي للسبيطارات. كما قال الدكتور انا اللي يجيني باش تعامل معاه نورمالمون كمريض، انت علاش تجيب له فيه للسبيطار؟ انت ثم دي كيستيونير دو سونتي اليوم اون ليني. سيد الوزير تحدث مقبليك على باش يبعث لي اس ام اس للعباد، دونك ينقص العباد اللي يجيو للسبيطارات واللي يجيو للسبيطارات في بلدان اخرى كلهم يتستاو. خاطر كيما قال الدكتور ريزومي اللي قال الكل اعطيني الحاجه الاخرانيه اللي نجموا زاد باب يتعدل اللي من بعده. دونك اللي نحن نعملوا اون استراتيجي اور لي زوبيتو اللي هي تيست باي ريسك. راهو العباد الكلها اللي ما نجموش نتستيو العباد الكل، اما العباد الكل ما عندهاش نفس الخطوره. خاطر ثم عباد اللي لي سوبر بروباغاتور بحكم الخدمه نتاعهم وبحكم الواحد. والحاجه الاخرانيه ونقفوني اللي ثم دي زونتربريز ثم شركات اللي هي قاعده تخدم، حكينا على الشركات في الاول اللي بروبوزيو بالميديسين دو ترافاي نتاعهم اللي هما يحبوا يتستيو العباد اللي عندهم. اسكو هذا اليوم ينجم يكون بوسيبل فيا الوزاره ولا اسكو سي سي اون كيستيون؟ ما حكيتناش على عدد الوفيات وحنا فين ماشيين تو فينا موديل ماشيين بين نقل. والله الموديل اللي وريناه المره اللي مازال هو بيدو مازال هو بيدو. نحن قلنا نبداو نكسيريو من العشرة وفيات ان شاء الله. مانيش حكيت مانيش باش نوصلوا ولا باش نوصلوا، هي لا كيستيون وقتاش باش نوصلوا. ونحن ما عطيناش يعني حاجه باش نوصلوا لها، عطينا سيناريوهات قلنا ما نقولوش شنيا باش يصير شنيا ينجم يصير وهذوما الاحتمالات اللي موجودين الكل نجموا نرجعوا لهم بعد. معناها كيفاش نلخص بانه قاعده العدوى قاعده تتفشى لانه الحالات اصبحت ولات افقيه. ما ماناش قادرين ان نعرفوا بالضبط العدد، انت قلت ممكن يكون ما بين 2000 و 7000 العدد الحقيقي. الحل الوحيد هو انه الناس الكل تقعد في دارها كما متفقين، وثنين نكثروا في اللي تيست اللي هو 10000 شويه ما نجموش ازازيو، ونبداو بالاطار الطبي وشبه الطبي ومستشفيات الامن زاد معرض من الناس المعرضه ايضا للعدوى هذيا. وما نمشيوش في الجهويات، اعطيني الجهه نتاعي اكثر ولا اقل ولا واحد، نمشيو القطاعات اللي تنجم تضرب والاعمار زاد والسن مهم ياسر. مش كيما تستي واحد عمره 70 75 عنده مرض مزمن كيما تستي واحد صغير ثلاثه عمره 20 سنه.